والله الرحلة دي اللي أنا شفته فيها مختلف اختلاف تام عن أي رحلة. الرحلة دي كان فيها شق تعليمي من الدرجة الأولى. أيوة جميل، بتعمل إيه بعد اسمك؟ بحط له الوش. بصوا يا جماعة، إحنا نازلين على الخرمية، رصاص خفيف رصاص خفيف، وهنجيب سن سن مش كبير، سن صغير أهو، ده كويس جدا. الخرمية هنشتغل على 20 متر. طبعا الصوت مش عايزين أركب ماركات على المركب. هدينا نرمل الجلب أهو. العدة دي بتاع الحاج أحمد. دي بتاع الحاج احمد. صباح الحاج احمد، صباح الحاج فرج. احلى رحله واحلى جروب. الرئيس مين احنا طالعين معاه؟ ياسر ملوش راي. رئيس ملوش رئيس ابو ادم. صباح الياسر. ايوه رئيس ملوش رئيس. هات هنا كده عشان نخدم البيئه. وبقطع الديل ده كده، الوش بتاعك والشكل ايش؟ عايز تطلع بشويه صغيرين اهو، ده وش الخرميه. هنشغل 20 متر على لينسا 60. امسك، الله ينور. خليك معايا زي ما انت. لينسا الثانيه، لينسا 60، سن صغير للخرميه اهو. اهو نبتدي شغل على الخرميه يا مسهل الحال اهو. الله ينور. اهي سن صغير. هات اللينسا الثالثه، اللينسا الثالثه اهو، وش صغير، راكب رصاصه صغيره للخرميه، سن صغير. صباح الفل، احلى فرج السواد في الدنيا، واحلى مركب واحلى دنيا كلها. احلى استاذ، ده شغل الخرميه كده. احنا هنبتدي ايه على الخرميه؟ رايحين نستهدف الخرميه يا جماعه. صل على النبي، صل يا باشا على الخرم دي، صل على النبي كريمار يا باشا. كله شغال، الله ينور. وريها بس طماية كده، طماية سن صغيرة، طماية صغيرة. الناس كلها طالعه عايزه تتعلم، عايزه تتعلم ازاي يشتغل بطرق صيد متعدده، عايز يتعلم ازاي يربط مثلا سبحه، يمسك لنسة، يمسك يشوف مثلا الرصاصه اللي هي المعقوله للطرحه اللي احنا واقفين عليها. كنا كل اللي احنا بنعمله بنعلم الناس، يعني ما كانش في حد باصص للسمك قد ما هو باصص ان هو يستفاد من التجربه. انا ادي الكاليماري اهو، ادي الكاليماري اهو. عايز سمك خير اعمل خير، مش عايز سمك خير. أنا خدتها أهو، السن ده.